عقد بمؤسسة الأهرام فعاليات الصالون الثقافي الأول بالتعاون مع وزارة الأوقاف وبحضور نخبة من الشخصيات الثقافية. الصالون ناقش موضوع الشأن الديني العام والحوار الثقافي الجاد البناء، وكذلك مناقشة القضايا المتعلقة بالشأن العام في إطار توجيهات القيادة السياسية. من خلال هذه الصالونات وهذه اللقاءات والحلقات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، تحول وطني كبير في المشهد الثقافي. فالتقاء هذه النخبة من علماء الدين والمثقفين والأدباء والمفكرين، ده تحول جذري وحراك قوي جدا في المشهد الثقافي المصري. أكدنا أن الخطاب الديني مؤثر، الخطاب الديني الرشيد يأخذنا نحو البناء والتعمير وبناء دولة قوية. اختطاف الخطاب الديني من جماعات متفلتة أو جماعات متشددة أو جماعات منحرفة أو غير متخصصين يمكن أن يجر أي دولة إلى طريق الهوية، ولذلك نحن عازمون وبقوة على تحصين الخطاب الديني من الدخلاء وغير المتخصصين، وأن يقود الخطاب الديني الرشيد المشهد العام نحو بناء دولة قوية ومجتمع أمن مستقر.